Deixa eu ver. وين بدا؟ شوف شكون اللي باغي يدخل في الخدمة هذاك الوفد. هشام؟ لا. أنا نجاوب غير على اللي كيعنيني. ندوز الكلمة لرئيس الوفد والإخوة. ولا من بعد هاد الريفيرونسيال تريد اغريمنت ما هادي عامين هما كيشتغلوا عليه ياك صافي دوزون هما كيشتغلوا عليه اذا اليوم الى حنا لعبنا واحد الدور محوري من خلال هاد البعثه باش نسرعوا التوقيع ديالو هو كيخص 30 منتوج ولكن هاد المنتوجات مازال في نيغوسياسيون دابا كاين جوج ديال الخلايا كيشتغلوا في وزارة التجارة في الاندونيزي وفي الوزارة عندنا بارتيغ دو البارح راهم كيشتغلوا باش يوجدوا ويجهزوا هاد الاتفاقية اللي توقع في جوان نتمناو تكون يعني جاهزة في جوان وهذا الشيء هذا لصالح من إلا ما كانش لصالح التجار صالح من هاد يعني واش هادشي ما غيطورش التبادل التجاري ما بين الجهة واندونيسيا هادشي غيكون صالح من الا كاين ركود اقتصادي هادشي اللي كنديرو لمن الا ماشي للتجار اذا هذا جواب على السؤال الثاني اللي كينتقدوا من اجل الانتقاد حنا الحمد لله الاخوان راه كلهم عارفين المجهودات اللي كل واحد تيبذل فيهم ماشي حنا اللي كنبذلوها كل واحد تيبذل المجهودات ديالو باش يعني نساهموا التطوير ديال الوضعية ديال التجار لأن التجار كنعتبروهم كنعتقدو أنهم عندهم يمكن الأهمية الأولى بالنسبة لي عاد كيجيو ديما كنا كنقولو عاد تجي من بعد الصناعة والخدمات هما كلهم مهمين ولكن التاجر كنعتبرو أنه أولوية بالنسبة لي واللي كينتقد من أجل الانتقاد ولا عنده حسابات شخصية ولا حسابات سياسية حنا هنا مكنمارسوش السياسة في الغرفة كنمثلو المهنيين وراه عندنا منابرنا الاخرى فين كنديروا السياسه ويمكن نهضروا هضره اخرى انا اليوم تنناقشوا الحصيله ديال البعثه اللي كنعتبروها ايجابيه بامتياز بمجهودات الاخوان اعضاء الوفد والاطر اللي تبعت هذا الشيء منذ سنه ونصف وبالتالي كما قلت خصنا اليوم نساهموا حتى من ناحيه يعني تواصليه انه يكون هذا الشيء ايجابي لان حتى هذا البي تي اي اللي غيتسنى خص الجهات تستافد منه خص يكونوا منتوجات اللي كان اللي عندنا حنا في الجهه ويكون يرجع بالفضل على الجهه ديال فاس بكاس لان حنا اللي سباقين ومشينا لاندونيزي وسرعنا في الوتيره ديال هذه الاتفاقيه طبعا هذا الشيء كاين غيكون تعاون وتبادل حتى من ميادين ومجالات مختلفه منها السياحه دونك كنعرفوا اندونيسيا السياحه فيها هو مجال يعني فايتين بزاف وعندنا ما نستافدوا منهم وبالنسبه للمعايير اللي كنختاروا بها الوفود فهي معايير معروفه الكفاءه المعقول الاشتغال المجهودات الحضور كيشرفونا في التمثيل ديال الجهه وديال البلاد والحمد لله انا تنقول لك على ان كنعتز بالاخوان وكنفتخر بالاخوان اللي مشاو ومثلونا في هذه البعثه لان انا في اتصال مع سفراء بجوج مع السي بن خلدون ومع السي وديع بن عبد الله وكنأكد لك وبعد هذه مناسبه نشكر فيها الاخ وديع بن عبد الله اللي بذل مجهود كبير كما قال السيد رئيس الوفد كان بمثابة ما يعني هو اللي قام بواحد الانيسياتيف كبيرة باش يكون هاد النتيجة وهاد الحصيلة كيفتخر بهاد البيت يعني صاحب سفير صاحب الجلالة في الدولة الاندونيسية ومن بعد قال لي خص نعاود نجيو ويكون نعاود يعني علاقات مع رجال الاعمال وغنظموا لقاءات بي تو بي الى اخره
دونك هادو هما المعايير. وغادي نخلي الكلمه للاخ عبد الله باش يكمل. الا ما جاوبتش ما جاوبتش هادشي اللي كاين شي اخر يجاوب عليه. شكرا. سيوس المدينة يجب أن ننظر إليها ككل يجز بما فيها الصانع التقليدي والصناعة الثقيلة والتاجر، التاجر الصغير والتاجر الكبير. فإذا وقع الخلل هنا ولا هنا راه كلها راه شان تتبقى ديفايون ما فيهاش شك. المعامل اللي عندنا سيدي إبراهيم ماشي ديال اليوم ولا ديال هذه عامين ولا هذه ثلاث سنين. الكل يعرف ان راه من 2000 وبقى الاغلاقات ديال المعامل هذه يعني 15 عام ولا 20 عام وهنا بادين في اغلاقات لافاس ولا في الكناس. الذي يستحضر الحاله كان هذا الشيء نزل في مره واحده طاق ونزل والركود وكذا. الركود راه حنا كنا تنشكيو منه من عام 2000 بلا حنا مختصين في الشكوى مختصين في الشكوى ديما الركود 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 الركود. الحاجه اللي كاينه اليوم اللي كاين اليوم هو اننا ننظر الى اشياء على حقيقتها. كاين الركود